بس انا معكم في كيمو شو على جو اف ام. مرحبا بكم، مرحبا يا سيدة المستمعين والمستمعات القاعدين يسمعوا فينا الان في برنامج كيمو شو على راديو جو اف ام. مرحبا بكم، مرحبا سيدة المستمعين. سامحوني، عفوا. في الفقره الاولى باش نتعطيو فقره اسمها موهبتي، باش نتعرفوا على الشاب التونسي مغروم بالطبخ، معناتها مش اكثر شيء بالطبخ، معناتها ماكله كيما كوتشي ولا ملوخيه ولا مقرونه ولا اي حاجه، اما هو مغروم بالمرتبات. ضيفنا اليوم هو اصغر شيف في تونس، نسيت نقول هو اصغر شيف في تونس. تبارك الله عليه، عنده برشا حاجات باش تعرفوا عليه اكثر تفصيل. خلينا رحبوا بكل حب شيف خسان بالمحمود. شيف عسلامة سي كمال، فرحان برشا اللي انا بحداك اليوم، وتحيه كبيره للمستمعين جو اف ام. عايشك شيف، مرحبا بك شيف على جو اف ام. شيف خسان اول مره، اول باساج. وي، اول باساج في راديو. في الاكسبيريونس نتاعي تويك عندي بريسك 3 ans، وفرحان برشا اللي انا محداك اليوم سي كمال. يعيشك، مرحبا بيك شيف. تنسيتو نتعرف، باش نتعرف عليك اكثر ان شاء الله. قلت شيف غسان 17 سنه. اصغر شيف، معناتها تبارك الله عندك برشا، خدمت برشا محلات كل شيء. قلت شيف غسان هو اصغر شيف يعمل في المرتبات، لو كنا نتعرف عليك اكثر، شكون هو شيف غسان؟ شيف غسان بن محمود من سكرة، 17 سنة، بديت في دومين باتسيري صغير في العمر، غرام اول حاجة ساعة تشجيع، شكر خاص لدارنا، امي بابا اخواتي هما اللي واقفين معايا في معناها باش حتى وصلوني للي انا فيه تويكا في الدومين باتسيري. اكسبيريونس طياره برشا، كل خدمه تدخل لها تزيد تتعلم فيها برشا حاجات، كل بيرسونيل تخدم معاه يزيد يقف معاك يزيد يوريك هذا كذا كذا. عملت فورماسيون باتيسري 3 سنين، عندي دبلوم سي ا بي وعندي دبلوم في البي تي بي باتيسري تونيزيان اوروبيان. عملت في الخدمه نتاعي جيلاتري توسكي غلاس، نعمل دي كريب دي كوفر بانكيك، خدمت في الكوجينه زاده في لي بتي ديجني. ولا تبارك الله عليك غسان، متعدد مواهب. غسان قلت شيف، يعني تعمل في المرتبات. باش نسلك كيفاش بدي غرامك في المرتبات؟ بدي الغرام مع بابا مغروم بالتوريزم، نمشي نخدم معاه، نحضر في سهريات، نحضر في التريتور، كيفاش دريساج نتاع الماكله، كيف في برشا حاجات. وفوالا اخترت، معناها فما بيريود وصلت معناها ما عادش نجم نكمل في القرايه، حطيت حاجتين قدامي، معناها قلت يا نكمل نقرا ونحاول باش نوصل، والا نمشي نعمل فورماسيون باتيسري. والحمد لله معناها حتى كي عملت فورماسيون باتيسري من الاوائل الحمد لله، معناها في لي سونتر دو فورماسيون نقرا فيه. وفوالا شيف، باش نسالك، انت مغروم قلت بالباتيسري، علاش اخترت اساسا بالمرتبات؟ علاش ما اخترتش كيما مثلا كيما شايفين تاع ماكله تاع كسكسي وملوخيه ولا حاجات؟ خاطر ما نكذبش عليك، الماكله التونسيه والا كي نحكيو مثلا توسكي لي ساندويتش ولي ريستوراسيون وكل، ما كنتش مغروم بها برشا، كنت غرامي كل معناها بالحلو. بديتها بشويه في الدار، وكان نعمل لي ريسيت وحدي، نشوفها تنجح لي نزيد نعاودها اكثر. وكيك معناها بدي الغرام نتاعي، معناها من الاول ما حطيتش انه باش نوصل، معناها باش نعمل نحط في بالي معناها باش نعمل باتسيري والا كوجينه. حتى كي مشيت معناها باش نعمل انسكريبسيون معناها في السونتر دو فورماسيون، قالوا لي شنو باش تعمل، يا كوافير والا باتسيري؟ قلت لهم لا، الاختيار نتاعي هو الباتسيري، والحمد لله
نجح فيها وان شاء الله ما زلت باش نقدم في برشا حاجات جدد يا رب. يعطيك الصحه شايف انت معناتها بين قوسين معناتها والدك انت في التوريزم في الدومين تاع السياحه هو اللي شجعك باش يكون باش تكون انت تحب تكون شايف هو اللي شجعني ووقف معايا نمشي نخدم معاه نعمل لهم حاجات في الدار جاتو حلو عربي كريب غوفر بانكيك عرفت كل مره نعمل لهم حاجه في الدار دارنا من الاول كانوا خايفين كي دخلت فورماسيون باتسيري قالوا لي بكشي ما تنجحش فيها بالباهي بعديك كيفاش فرحوا وزادوا شجعوني اكثر واكثر اللي نمشي نقراها في السنتر نعاود نروح للدار نعاود نعمله بشويه بشويه كيرتني امي وبابا واخواتي معناها كي نروح للدار ونخدم الحاجه ونجيبها ناجحه بيان سور داركم يقفوا معك يزيدوا يشجعوك يزيدوا يقفوا معك في كل شيء هذه باهية هذه تنجم تزيدها كذا باش تعطي المطعم كذا والحمد لله معناها دارنا كل يوم في كل دقيقه في كل لحظه واقفين معايا بالكلمه الباهية في كل شيء في كل شيء. شايف انت ما جيتش وحدك هوني احنا اخترنا تصاور باش نشوفوها مع بعضنا نشوفوا الفريق المخرج احكينا شويه على التصاور هذا. دونك هذوما في الباتسوري اللي نخدم فيها باتسوري ميو بيبليسيتي نخدم هذه ميزون بلاس نتاع بيتي ديجني بيتي ديجني فطور الصباح فيه سلات شاركوتري فيه نوغيتس فيه بوتيتس فيه دوزومليت توست بيير فيه الجوفر فوالا فما برشا حاجات اخرين زاد تصوير اخرى نشوفوها نشوف التصوير اخرى هذه جوفر سالي هذه جوفر سالي فما ميكلة معينة تعملها ولا كيف فما ميكلة معينة وفما حاجات زاد نتعلم فيها من عند غيري معناها انت تعمل معناتها سامحوني انت تعمل ماكله حلو انا من الاول دخلت باتسوري انا من الاول دخلت باتسوري جاتو توسكي لي جاتو والحلو العربي ومن بعديك كي دخلت برشا باتسوريات كل مره نتعلم حاجه كل مره نسرق حاجه من عند غيري ما لازمنيش نركز مع الحاجه اللي انا اخترتها باش نخدمها برك خاطر في الدومين هذا لازمك تتعلم كل شيء باش حتى كي تحل نهار اخر وحدك معناها تلقى روحك في كل شيء زاده معناها ما تنجمش تخدم هذه كهو وقت اللي عندك حاجه اخرى يخدموا فيها العباد توندونس وطالعه برشا فهمتني دونك لازمك تخدم بارتو تخدم في لي بوست الكل باش نهار اخر كيما قلت لك تلقى روحك في كل شيء تلقى روحك معناها حاضر لكل شيء تنجم تخدم فوالا الى جانب الحلويات الى جانب المرتبات تعمل فيهم بعد هاو قاعدين نشوفوا مثلا هذا هذا جوفر لا جوفر نوتيلا هذا جوفر نوتيلا وكيما قلت لك ديما ديكوراسيون ديما ديكوراسيون انا بعد ديكوراسيون لي كليون كي يجوني مثلا ما لازمنيش نخرج لهم كل ما يجيو كل يوم ما لازمنيش نخرج لهم نفس الاسيت نفس الديكوراسيون اللي جاو بها مثلا البارح كيما قلت لك وقت يجيك بحذايا ديما نلعب كان على الديكوراسيون نخلي لي كليون يلزم عليه ويجب عليه يرجع بحذية علاش خاطر اول حاجه نظيفه ديكوراسيون مزيانه على الاخر واحد حتى يعمل كيف موش بشكلها يعمل عليها كيف حتى باش يصورها باش يهبطها باش ينصح بها اصحابه وليك اليوم كيما نقولوا فيها واحد يجيب هذه زاد كيف جوفر نوتيلا تبارك الله معناتها انت تعمل جوفر كريت هذه اسيتر وبول دو جلاس اسيتر وبول دو جلاس يعطيك الصحة شيف شيف قلت إلى جانب مرتبات كل شيء تعمل ماكلة همبرجر واحد كل شيء معناتها همبرجر كيما قلت لك قبل خدمت في باتسوري بولونجري تعلمت من عندهم الريسيت نتاع البرجر وليت نعمل فيها وحدي وفي الباتسوري اللي نخدم فيها أنا تويكا حاليا الباز نتاعنا في الكوجينة معناها دخل في الباتسوري الباز نتاعنا هو الهامبرجر فوالا هاني قلت لك معناها ديما واحد يسرق حتى بالعين من غير ما حتى ما يخدم يديه لازم يتبع من بعيد باش في صوره ما حتى كي خرجت مثلا ولا باش تمشي تختار الدومين ريستوراسيون ديما تلقى روحك بريزون تلقى روحك حاضر لكل شيء
في الحرفات تاع كنت نشوفوا تبارك الله برشا مشاهير مبسوطين ريان يوسف احمد لندلسي بليل ميلاد كل كليوناتي يجيو بحذايا الميو ببليسيتي ياخذوا من عندي الجلاس كل معناها حتى ما غير ما تفرح بهم في ماكله ولا حاجه الوجه وتعرف فيش تتصرف مع الكليون الناس الكل راهي تحبك وتقدرك وانت بيتك تحبهم وتقدرهم وتعزهم على الاخر على الاخر. شيف طموحك مستقبل ان شاء الله؟ طموحي المستقبل باتسوري حل وحدي باتسوري. تحب تحل وحدك؟ نحب نحل وحدي باتسوري ان شاء الله. وهني قلت لك سي كمال الاكسبيريونس نتاعي في عمري مازلت صغير ومازلت برشا مازالوا برشا قدام ديزيكسبيريونس اخرين ونخمم في برشا حاجات اخرين باش نعمل دي فورماسيون في برشا حاجات كويزين ايطاليان مثلا نحب ناخذ ديبلوم في جيلاتري ان شاء الله في برشا حاجات معناها واحد مازال صغير في عمره قد ما يزيد يتعلم قد ما يزيد استفاده اللي هو عايش كربي فضلك شكرا لك عايش كربي فضلك نقدم ديديكاس لاصحابي الناس الكل اللي واقفين معايا عائلتي امي بابا اخواتي مالك وعاطف ميرسي لك انت على الانفيتاسيون وكاو شكرا انتم ان شاء الله شكرا ليك شيف دورنا تشرفنا مرحبا بك في كل وقت دورنا